هتخلص ازاي؟ لما لجنة الانضباط تحصل الواقعة تجيلها الشكوى تفصل فيها تطلع القرار بشكل طبيعي وكأنه أمر عادي، ما يبقاش الموضوع ده أهلي ولا زمالك ولا الجمهور ولا الناس ولا المسؤولين وليه لجنة الانضباط تنتظر ان إن نادي حد يشتكي؟ يبعت شكوى او بتاع؟ لا انا شايف صح. ان كنت اطلع على الاقل اطلع بيان قبل ما النادي يطلع بيان، رابطة الأندية تقول انا هنظر هذه الواقعة، ايوه يبقى خلاص مش ايوه محتاج صح، ان حد ده يشتكي. بيحصل في الدوري الانجليزي. انا هنظر هذه الواقعة ويطلعوا بيان على طول بعد انتهاء المباراة ويشوفوا الواقعة دي، مش محتاج ان ده ايوه يشتكي او ده يطلع صح. بيان. الكابتن علاء عبد العال، الداخلية السنة اللي جاية ولا ايه مستقبله ان شاء الله؟ هو لغاية دلوقتي انا مستمرين حتى في التدريبات، يعني تمام، الموسم انتهى والسبب ان عشان عندنا ماتش مباراة الاهلي. النادي الاهلي في كاس مصر، فما زلنا في التدريبات. يمكن عندنا مشكلة كبيرة جدا خاصة بمباراة طلبت النادي تأجيل الاهلي المباراة. لسبب، احنا مش طلبنا تأجيل مباراة بدون سبب، لان المباراة يوم 30 سبعة وفتح باب القيد كما اعلن اتحاد الكورة 27 سبعة، فبالتالي كل اللاعبين اللي موجودة اعارات او انتهت عقودهم لن انتهت. يشاركوا معانا في مباراة النادي اللي الاهلي. هم كام واحد؟ اكتر من، انا اللي هيبقى معايا حوالي 10 لاعبين بما فيهم حارس مرمى واحد. 10 لاعبين بحارس مرمى واحد بحارس مرمى بداية من يوم 27/7. بالظبط كده. فهل ده يعقل؟ يعني احنا قدمنا اكتر من خطاب لاتحاد الكوره والرابطه بحيث حاجه من الاثنين، يتأجل المباراه تماما لغايه اما نادي الداخليه يقدر يسجل لاعبين جدد وقائمه جديده، يا اما تأجل ال فتره القيد بدل 27 7 خليها 31 بعد المباراه او 1/8 عشان نقدر نلعب بالسكواد اللاعبين المقيدين هذا الموسم سواء المعارين او اللي انتهت عقودهم، اسوه بكل الانديه اللي لعبت كاس مصر دور ال 16 باللاعبين بتاعتها المقيده في موسم 22 23، مفهوم. فيا كده يا كده. انما هتظلم النادي الداخليه وتظلمنا كجهاز فني ولاعبين ان احنا نلعب ورايحين المباراه ب 10 لاعبين فقط، وده الموقف ده الموقف اللي حقيقي. ملوش حل، ولا ناوي تعمل ايه لو مضطر تلعب الماتش؟ لان ما اتحاد الكرة قال انه احنا ما عندناش قدرة على التأجيل بسبب الضغط اللي هيحصل الموسم اللي جاي، فلا مجال لتأجيلات اخرى. يبقى من باب اكبر ان هم ياجلوا الفتح باب القيد. القيد 3 ايام، مش هتفرق الثلاث ايام دول. هتقول اصل الزمالك هيشارك في البطوله العربيه، استثني نادي الزمالك عشان لا، في ما ينفعش يقيد لعيبته، مش عارف. فهي يعني احنا عايزين، انا يمكن لو عثمان تحدث مع اكتر من مسؤول وانا تحدثت مع اكتر من مسؤول في اتحاد الكوره، منتظرين الحل يجي ازاي. والا بقى هنضطر غصب عننا هنلعب مباراه، بس الناس كلها لازم تعرف ان الداخليه هيدخل مباراه باي شكل. وانت ايه بتلعب مين؟ الشكل؟ ايه السيناريوهات اللي حاططها كمدير فني للفريق اذا اقيمت المباراة بظروفها دي؟ ده عندي مشكله تانية. انت بتتكلم كمان يعني حسب موقيل او سمعت حسب اللوائح ان انت لازم كمان تقدم القايمه الاولى بتاعتك عشان خاطر تلعب بيهم المباراه. طب انت كده ما بتديناش حتى براح من الوقت ان انت هتقول هسيب ده او مش هسيب ده. ما انت ممكن يبقى من العشرة دول كمان في مش لاعب او هتكمل اتنين معاه. مش هيكمل، تجبرني ليه ان انا ايده ويبقى محسوب عليا على الفريق؟ فالموضوع شائك جدا. فنتمنى ان هو يبقى ليه حل، وانا شايف ان الافضل يبقى تأجيل فتح القيد او استثناء نادي الداخليه بعد فتح باب القيد انه يلعب بنفس المجموعه المقيده سواء المعار او اللي انت تقولهم، يلعبوا المباراه الاسوه بباقي الانديه اللي لعبوا دور هو ال16 يعني في انا كاس ما مصر. اقدرش اقول لك انك بتطالب بحاجه مش من حقك، لان انت في الاخر مش مسؤول عن ان الماتش ده اتاجل او اترحل للحته دي ايوه بسبب ضغط المباريات اللي حصل للنادي فاجل ماتشات الاهلي. للاهلي بالظبط. يعني ما اقدرش اقول لك انك بتطلب حاجه بعيده عن حقك، ايوه انت في موقف انت مش مسؤول عنه، ايوه وبالتالي مش بتدعي انك في ورطه، انت فعلا في ورطه، دي فعلا في حاجه ورطة واضحه يعني. بالظبط كده. فلسه الامور لم تتضح. الامور بالنسبه لي انا مع نادي الداخليه لسه في لقاء مع المسؤولين خلال نهايه الاسبوع عشان نشوف الوضع بالنسبه لي ايه، هل مكمل معاهم هل مش مكمل. متوقف على ايه نادي الداخليه لا، القرار؟ هو